في إطار الاحتفال بشهر التوعية بسرطان الدم واليوم العالمي للوكيميا الميلودية المزمنة اللي هي CML، نظم المعهد القومي للأورام بالتعاون مع شركة نوفارتس فارما مصر وفريق كايرو رانرز ماراثون رياضي علشان يرفعوا الوعي بالمرض، وكمان عشان يسلطوا الضوء على أحدث التطورات في علاج سرطان الدم وأمراض الدم الأخرى. وانطلق الماراثون من أمام مستشفى 500 لعلاج الأورام، واللي بتمثل أمل جديد لجميع مرضى السرطان في مصر بمشاركة حوالي 500 شخص. هنشوف مع بعض التقرير ونرجع نبدأ فقرتنا على طول. احنا بنشرف النهارده في اليوم العالمي لمرضى لوكيميا الدم من النوع الميلودي المزمن. نحن نتشرف وجود حضراتكم طبعا والمشاركه مع المعهد القومي للاورام، احد الصروح العظيمه في علاج مرضى الاورام وامراض الدم على مستوى مصر كلها وعلى مستوى الشرق الاوسط كله. الحقيقه في اليوم العالمي احب اوضح ان شركه نوفارتس من الشركات الرائده على مستوى العالم، والحقيقه على مدار ال 20 سنه اللي فاتت نوفارتس قدرت ان هي تبتكر وتطور وتوصل للمرضى عموما، مرضى الاورام ومرضى امراض الدم بشكل خاص، بافضل العلاجات الناجحه اللي غيرت حياه كثير وكثير من المرضى على مستوى العالم كله. طبقا للاحصائيات العالميه، عدد اورام عدد مرضى الاورام في مصر الجدد كل سنه 2020 حوالي 135,000 مريض سنويا، يضاف الى المرضى اللي متراكمين من السنين اللي فاتت يوصلوا حوالي 275,000 مريض اجمالا يعني. لكن طبعا المعهد القومي للاورام طبعا هو يعني من اكبر المساهمين في علاج المرضى في مصر، بيعالج تقريبا خمس عدد المرضى في مصر. اللوكيميا الميلوديه المزمنه تعتبر رابع نوع في انواع سرطانات الدم. هو من النوع المزمن، يعني كلمه مزمن يعني ما فيش شفاء منه. ده الكلام ده كان لحد سنه 2000، بالتحديد في مايو 2000. كان قبل مايو 2000 العلاج الوحيد لهذا المرض هو عبارة عن زراعة النخاع العظمي. زراعة النخاع العظمي ليه سن محددة، زراعة النخاع العظمي ليه خطورة معينة، فطبعا كان نسبة الشفاء فيه لا تتعدى 40%. بعد سنة 2000 لحد 2005 ظهرت طفرة في العالم وظهر أقراص لعلاج هذا المرض، دي أدت لشفاء حوالي 60% من المرض. لحد سنة 2005 كان الجيل الثاني والجيل الثالث بدأ يظهر لعلاج هذا المرض، ده النهارده الحمد لله وصلنا لنسبة شفاء حوالي 90%. العلاج الحديث بيتحكم فيها خلال اسبوعين اتنين بكتير قوي ان شاء الله، بعد كده بيقدر المريض بعد اسبوعين يمارس حياته كانسان طبيعي تماما. سرطان الدم في نوعين سرطان دم، في سرطان دم حاد ومزمن. الحاد ليه اعراض والمزمن ليه اعراض ثانيه. الحاد بيبقى يعني حاده مره واحده، بتدي العيان يجي له مثلا حراره، يجي له نزيف، يجيله شحوب غير مبرر، وجع في العظام، يخس بسرعه، ودي بتبقى اعراض بسرعه متلاحقه. سرطان الدم المزمن بيبقى سرطان الاعراض بتاعته يعني تيجي ساعات بتضخم في الكبد، طحال، بيبقى فيه ساعات حراره، وساعات تكتشف مصادفه سرطان المزمن. رجعنا لحضراتكم من جديد، والآه لو تسمعوا الحوارات اللي ما بيننا في الفاصل والله طبية جدا. برضو السمنة مش بس بتغير في شكل الجسم أبدا، السمنة هي بوابة لأمراض كتير جدا زي سكر، ضغط، أمراض القلب المختلفة. مش بس أمراض جسدية، لا، ليها كمان أمراض نفسية وعوارض نفسية وعزلة، وما بنبقاش عايزين حد يشوفنا ولا عايزين نخرج ولا عايزين نكلم أي حد. النهاردة هنتكلم عن السمنة ومشاكلها، وخلينا كده نبدأ بأول مشكلة وهي السكر ومقاومة الأنسولين. ضيفتنا اللي منورانا النهاردة هي دكتور هبة حسام، أخصائية التغذية العلاجية. إزيك دكتور هبة؟ تمام الحمد لله، أنت عاملة إيه؟ في الفاصل كنا بنتكلم عن مقاومة الأنسولين والفرق ما بينها وما بين مرض السكر. بالظبط. ويعني قلتيلي كلام مهم جدا، انا عايزه كل اللي بيتابعنا النهارده يسمع ويعرف المعلومات
دي، ايه هي مقاومه الانسولين؟ ببساطه جدا مقاومه الانسولين هي نسبه السكر والجلوكوز بيزيد قوي في جسمنا، فيجي الانسولين وهو شايله موديه للخليه، الخليه تقول له لا انا خدت كفايتي فانا مش هقدر اخد الزياده ده فيبدا يسيبه في الدم، يعمل لنا بقى يتخزن الدهون في البطن في الدراعات، يعمل البقع السوداء اللي بتبقى موجوده في الرقبه، يعمل بيقلل معدل حرق الجسم جدا، بيعمل شره ونهم للحلويات. بنبدا بقى بندخل في مرحله احنا عندنا مقاومه انسولين، ودي كلها اللي انا قلتها دي الدلالات بتاعتها. اوكي طيب، مقاومه الانسولين هي مختلفه عن مرض السكر، او يعني اللي عنده مقاومه انسولين هل يعتبر مريض سكر يا دكتور هبه ولا لسه؟ لا، هو الجسم بيديكي انذار قبل مرض السكر، فاللي هو يعني اللي بيبقى عنده مقاومه انسولين بيقول له الحق نفسك بلاش نهملها، وناس كتير قوي عندها اليومين دول مقاومه انسولين وهي مش عارفه، فده اول تحليل احنا بنطلبه كدكاتره، روح اعمل مقاومه انسولين عشان ده هيبقى البدايه للسكر النوع الثاني. اوكي، والتحليل ده اللي هو بيبقى تقريبا اخر 3 شهور جسمك عامل ايه مع السكر او نسبه السكر في الدم اخر 3 شهور بيبقى سكر تراكمي، وبعدين هو شهر واحد من الدواء وخلاص او الموضوع بيخلص. طيب احنا طبعا هنتكلم ازاي نمنع ده من اساسه، نقفل الباب. أيوة ده بالزبط. لكن ازاي يعني شهر واحد ويقف وما بقاش مريضه سكر بعد كده؟ انا خلاص بخف من مقاومه الانسولين لان دي المرحله اللي قبل السكر، انا ما عنديش سكر دلوقتي. انا لسه هبدا جسمي بينبهني ان في حاجه غلط، في خلل. أوكي. في الخلايا جوه. بس جميل. طبعا احنا هنشوف دلوقتي قدامنا الصفحه الخاصه بوان دايت على السوشيال ميديا، وطبعا دي على فيسبوك، ودي ارقام التليفونات، ودايت لايف برضو على السوشيال ميديا. وخلونا نبدا كده نتكلم ازاي يعني ما يجيلناش اصلا مقاومه انسولين عن طريق الحفاظ على نفسنا من السمنه. نعمل كده ازاي يا دكتور؟ اول حاجه لازم نتبع نظام غذائي صحي، وده مسؤوليتنا احنا كفريق طبي متخصص، وده لازمه الارقام اللي موجوده على الشاشه او صفحاتنا وان دايت ودايت لايف. كفريق طبي متخصص لازم الجا لنظام صحي من دكتور، ما ينفعش اخد اي نظام وخلاص. طبعا. تاني حاجه بقى، الاعشاب اللي انا جايه بيها النهارده دي بتدخل في علاج امراض كتير قوي، ومنها كمان مقاومه الانسولين والسكر من النوع التاني، عشان كده انا حددت موضوعي النهارده. اوكي. طب هي ايه بقى؟ اول حاجه معايا اللي هي قشور السليم، ده كورس الانستليم. اول حاجه معايا اللي هي قشور السليم دي بتنزل تديني احساس بالشبع، بتظبط لي معدلات السكر في الدم، بتظبط عمليه التمثيل الغذائي وعمليه الهضم، وبتقلل لي شره ونهم السكريات اللي بيعملوا مرض مقاومه الانسولين. تمام. دي كده اول حاجه معايا اللي هي قشور السليم. تاني حاجه بقى واللي انا بحبها اللي هو الكارنيتو اراكس، ده بقى المسؤول عن، شفتي الدهون اللي انا قلت ان مقاومه الانسولين خزنتها في البطن والدراعات والارداف، هو ده تقفل الخليه وتقول لها خزني بقى في اي حته تانية في الجسم. الكارنيتو اراكس بقى مسؤوليته ان هو ياخد الدهون دي يحولها لطاقه الجسم يتحرك بيها ويقوم بيها لوظائفه الحيويه. وطبعا اللي كارنتين معروف ان هو بيعالج في مقاومه الانسولين، بيعالج تكيس المبايض، بيعالج الدهون اللي على الكلى، بيعالج الدهون الثلاثيه، الكوليسترول اللي الموجود في الدم. اللي كارنتين يدخل في علاج امراض كتير قوي، دكاتره كتير قوي بتكتبه ان هو كمكمل غذائي بلس ان هو كمان دواء حارق للدهون. جميل. فده دي تاني كبسولات معايا النهارده. تالت كبسولات بقى معايا النهارده اللي هي الفينيل، ودي مكوناتها برضو اعشاب طبيعيه، جراسينيا ومانجو افريقي والياف تفاح اخضر وقهوه خضراء، وكلها مضادات اكسده وحاجه كده بتدلع الجسم زي ما بيقولوا. الجراسينيا بتعمل فيها حاجه اسمها هيدروكسي ساتريك اسيد، الهيدروكسي ساتريك اسيد ده بيمنع تخزين الدهون اللي انا باكلها زياده. يعني لو سين مثلا انا اتعزمت او باكل بره او رحت مع اصحابي او عكيت بالظبط كده، بيمنع الهيدروكسيتريك اسيد ده بيمنع ان الدهون تتاخد وتتخزن في اي مكان من الاماكن اللي فيها سمنه موضعيه في الجسم، حتى لو كلت حاجه بالغلط فيها دهون يعني تخريف كده ما بتلحقش تتخزن خالص في الجسم. أوكي. فعشان كده الكورس بتاعي النهارده حاجه بتسد النفس، حاجه بتنحت شكل الجسم وبتحافظ على قوامه وبتحافظ على معدل الحرق، وتالت حاجه بتثبت لي الوزن وبتحافظ على النتيجه اللي انا وصلت لها. حلو. تعالي بقى نقسم الكورسات، لان انت النهارده جايه لي بمجموعه كورسات وهدايا.
الحقيقه. ده اكيد طبعا. يلا ندخل بقى في الكورسات، عندك اكتر من كورس. حلو، احنا عندنا ثلاث عروض. اول أوكي. عرض ده عرض الشهر، ده عباره عن كبسولات الاناستيليوم، ده عليه خصم 40% ومعاه كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه، واحنا هنرجع للهدايا ونشرح ليه احنا اخترنا أوكي. الهدايا دي، وطبعا المتابعه مجانيه والخصم مجاني والشحن قصدي مجاني. ده للناس اللي عاوزه تنزل 5 6 كيلو 10 كيلو في الشهر، الحاجات الدهون البسيطه دي. تاني عرض معانا ده عرض الشهرين، ده عليه خصم 50%. واو. ده مكون من الاناستيليوم والكارنيتو اراكس ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي، وده للناس اللي عاوزه 10 20 كيلو في الشهر، حاجه كده اكتر شويه في الشهر. اه طبعا. اوكي. تالت عرض معانا بقى عرض الثلاث شهور، ده بقى عليه خصم 70%. ده كبسولات الاناستيليوم والكارنيتو اراكس والفينيل. اوكي. ومعاهم كريم شد الترهلات هديه وفيتامين دي هديه، وطبعا الشحن مجاني لكل المحافظات والمتابعه من دكاتره متخصصين مجاني. ده اهم حاجه. وطبعا بما اننا بنتكلم على الكورسات، يعني فيها مكملات غذائيه، فيها اي حاجه، ما نحطش حاجه في بقنا غير لما نبقى عارفين مصدرها، وانها تكون كمان مصرح بيها من وزاره الصحه. احنا هو يا دكتور هبه عارضين التصريح من وزاره الصحه. طيب نرجع تاني للكورسات، هو هل في اي ريستريكشن؟ هل في حد ممنوع ياخد الكورسات دي اطلاقا؟ عشان كلها اعشاب طبيعيه، وزي ما احنا شفنا مصرحه من وزاره الصحه، فهي ما بتتعارضش مع اي حاجه، بالعكس دي بتعالج كمان امراض الضغط والسكر والقولون ومقاومه الانسولين وتكيس المبيض واي مرض من امراض السمنه. هتلاقي الاعشاب اللي انا قلتها دلوقتي كلها دي بتدخل في علاج مرض من الامراض بتاعه السمنه، يعني حتى اللي بياخد ده. للامراض المزمنه. أه طبعا. والسن الكبير اللي عنده سكر، ضغط، امراض قلب، لا يتعارض مع الادويه اللي بياخدوها. بالعكس، ده انا عاملاها كلها اعشاب طبيعيه عشان تبقى سيف على كل الاعمار، من اول الاطفال ولغايه الكبار. الاطفال دي حاجه مهمه هنتكلم عنها تاني. بس احنا معانا فيروز، انا سمعت صح؟ يا فيروز مساء الخير. الو. الو، ازيك يا فيروز؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي، اتفضلي. انت زي العسل والله، ربنا يخليك يا فيروز. معانا دكتور هبه حسام، لو عايزه تسالي. بحب اتفرج على برامج كتير بتاعتك. الله يخليكي، اتفضلي، معاكي دكتور هبه. ماشي يا فندم، اتفضلي. اتفضلي يا حبيبتي. يا دكتور قولي يا روحي. بصي، هو انا كنت عايزه اخس تقريبا 15 كيلو زايدين بقالهم فتره كده في جسمي، تقريبا بقالي 8 شهور. طب احنا وزننا اصلا كام الاول وطولنا كام؟ احنا وزننا 70. تمام. وطولي 100 و158. طب حلو. عندنا سمنه موضعيه ولا هي سمنه كليه في الجسم كله ال 15 كيلو دول؟ هي بصي في الدراعات كده من فوق، والحتت بس اللي من فوق بس. طيب حلو قوي. يبقى شكل جسمها نفسه اللي هو الكمثرى، اللي هو سمنه متركزه اكتر في الجزء الاعلى من الجسم. بشكرك شكرا جزيلا يا فيروز، واسمعي حالا دكتور هبه هتقول لك ايه. طيب احنا الكورس بتاعنا هيفيد فيروز في ايه؟ اول حاجه الكارنيتو اراكس والفينيل زي ما قلنا، هو بيتارجت الدهون اللي متخزنه في الدراعات وفي الارداف وفي الجناب، الدهون اللي هي فيها سمنه موضعيه، الحته اللي فيها سمنه موضعيه. بلس بقى كريم شد الترهلات اللي هو الهدية، ده أنا بدهنه بداية أول ما باخد الكورس. أوكي. عشان يحفز لي الدورة الدموية، يساعد في تحسين الإلاستيستي بتاع الجسم، يشد كمان الجسم ويمنع بقى الترهلات والسلوليت والمشاكل اللي بتحصل نتيجة النزول في الوزن. صح، بتلاقي حد إيه يعني فقد وزن لكن بقى جلده كله متراهل، ونبدأ ندخل بقى في حاجات تانية. فعشان كده لأ، إحنا الكورس بتاعنا النهاردة كامل متكامل من كل حاجة. جميل. هي بتقول لك 15 كيلو، يعني بترشح لها كورس الشهرين. الشهرين، مش محتاجه اكتر منهم. الشهرين تنزل تقريبا كده. الكورس بينزل كام كيلو في الشهر المفروض، او في الاسبوع؟ خلينا نتكلم بالاسبوع. هقول لك، في الاسبوع من 3 ل 4 كيلو، من 10 ل 15 كيلو في الشهر. بس طبعا على حسب التزام كل حد، احنا كلنا مختلفين، على حسب طبيعه الحركه، على حسب طبيعه حرق الجسم. لسه بقول لك، على حسب طبيعه حرق الجسم. احنا في كل الحالات عندنا مواد كتير من الاعشاب الطبيعيه دي بتزود معدل حرق الجسم. بس اللي بيتحرك غير اللي قاعده على مكتب، غير
اللي قاعده في البيت، طبيعه حركه وطبيعه شغل كل واحد بيختلف عن التاني، فعشان كده ما بنقدرش نحكم قوي، بندي ما بنديش ريت معين، لا احنا بندي من 10 ل 15 كيلو في الشهر، من 3 ل 5 كيلو مثلا في الاسبوع وهكذا. احنا هنشوف دلوقتي الحالات قبل وبعد، واحنا بنشوفها يا دكتور هبه تقولي لي برضو الفريق الطبي هل بيساعد الحالات انها تختار الكورس المناسب ليها؟ طبعا. هل بيساعدهم برضو بنظام غذائي لو عايزين نظام يمشوا عليه؟ بالظبط، عشان كده احنا فريق طبي متخصص. انا مش مشغلين اي حد وخلاص، لا هو انا قصدت ان هم يبقوا دكاتره متخصصين، عشان لو في اي سؤال عند الناس او استفسار او عاوزه اغير نوع اكل او في مرض مزمن بيعانوا منه عليهم. وبعدين احنا بنتابع الناس اسبوعيا، احنا اسبوعيا بنوزن وبنشوف عاملين ايه. 90 وبعدين بقى 70 في شهرين. اه شفتي ده حد ملتزم، 10 كيلو في الشهر. طبعا برضو بيقابل ناس مشاكل كتير في عدم الالتزام، ممكن ان هم ايه زي ما بنقول يخرفوا في الاكل شويه. ازاي الكورس هيساعدهم؟ ونشوف بقى الصوره اللي بعد كده، ازاي بيساعدهم انهم يفضلوا ملتزمين؟ لان اللي جايلك ان هو يا اما عنده شرح عصبي، زهقان من الدايت، جرب مليون حاجه قبل كده، فبيوصلوا للنتيجه دي بدون صعوبه. ازاي؟ بدون عشان انا بدي قشور السليم بتنزل تملى المعده، فاي حد حتى لو عنده شرح سكريات او شرح طعام انا خلاص ماليه المعده، مديه الاوردر للمخ من المعده، انا معدتي مليانه، فانا هاكل شويه صغيرين وخلاص انا كده شبعت، فانا شويه صغيرين اللي هي هتاكلهم دي هي هتتهضم. بالزبط. مش هتلحق تتخزن او هتعمل دهون او هتعمل سمنه، فبالتالي انا هخس في الوزن. طيب نشوف بقى الصوره اللي بعدها، ده خس من 88 ل 65. طبعا احنا برضو عمالين نشوف صور اللي فاتوا كانوا رجاله، ده اهو ستات، عشان ما تقولوش برضو ايه ان الرجاله يا جماعه بيخسوا اكتر مننا عشان الكتله العضليه، لا اهو ستات، لا ستات اكتر وخسوا جامد. اتفضلي يا هبه. شايفه طبعا الفرق، انا بس بحب اركز في ايه، مفيش سمنه موضعيه، الجسم مشدود، مفيش ترهل. بالظبط ده اللي بيفرق معايا. ناس كتير بتبص على الصوره من بره، لا انا بحب اوضح بقى ان بصي مفيش بعد ما كان في بطن مفيش بطن، بعد ما كان في دراعات مفيش دراعات، وطبعا السن بيصغر يعني. طيب شايفين طبعا الفرق، 40 في 3 شهور. ده كورس بقى لثلاث شهور اللي هو عليه خصم 70%، بصي النتيجه حلوه قوي يعني. شايفه بقى التسدي، وشايفه اللغد، وشايفه الدراعات، وشايفة كل ده بقى نزل بالظبط من غير جيم ومن غير مجهود ومن غير ما نتعب اي حد. طيب ايه اللي في الكورس بيشجع الحرق او بيخلي الايض اكتر؟ الثلاثه بيسرع الايض. كبسولات الانستيليوم فيها، والكارانتين طبعا هو اكبر ماده حارقه للدهون. وطبعا الفينيل بسبب الجراسينيا والقهوه الخضراء والحاجات اللي فيه، انا اصريت ان الثلاثه يبقوا بيزودوا معدل الحرق، عشان اللي هياخد كورس الشهر هيستفيد، اللي هياخد كورس الشهرين هيستفيد، واللي هياخد الثلاث شهور برضه هيستفيد. برضه هيستفيد. طيب احنا معانا جهاد على التليفون. يا جهاد مساء الخير. مساء النور يا فندم، ازاي صحتك؟ اتفضلي. الحمد لله يا فندم. كنت عايزه اكلم دكتورة هبة. معاكي، اتفضلي. اتفضلي يا حبيبتي. ايوه يا فندم، كنت عايزه اقول والدتي ما بتقدرش تتحرك خالص من السمنه. تمام تمام، ووزنها 120 كيلو. طب عندنا امراض ايه بقى؟ عندها السكر يا فندم. تمام، السكر. طبعا موضوعنا بتاع النهارده. ما هو الموضوع فعلا 120 كيلو، وفي السن ده انا ما ينفعش اقول لها اتحركي، هبقى باذي مفاصل وهاذي رقبه وظهر وغضاريف بقى وخشونه، وهدخل في حاجات كتير. فاسلم حل طبعا كورس الثلاث شهور وانا مغمضه، مش محتاجه اقول، ونلحق نستفيد بالعرض، لان العروض معانا طبعا لغايه الساعه 10 بالليل. احنا عارفين 10 بالليل، بعد كده لا بعد كده خلاص العروض هتخلص يا جماعه. بالظبط، فهي تاخد الاوفر ده، هنبدا ناخد الكبسولات يوم الانستيليوم قبل الفطار بربع ساعه، تاني يوم هناخد ال كارانتين برده قبل الفطار بربع ساعه، وبعد ما نخلص الشهرين دول هنبدا بقى في الكورس الثالث اللي هو الفينيل لغايه ما ننزل تماما في الوزن. طبعا 120 دول 3 شهور، هننزل اقل من 90 ان شاء الله. هنشوف الريفيوهات، وعندي كده كام سؤال برده على التقدم، يعني كل ما بنكبر دكتور هبه هل بيقل الحرق ولا لا؟ بس نشوف الريفيوز معانا. اهو مساء الخير يا دكتور، انا بقالي 7 ايام باخد الكورس وماشي على النظام اللي بعتهولي، وزنت نفسي النهارده لقيت نفسي 66.5، ف يعني نزلت 3.5 كيلو في اسبوع، كانت 70 كيلو. ده يخليني اسالك بقى، هل حد عن حد يعني
ممكن السن بيبقى عنصر مهم في موضوع الحرق؟ ده طبعا ده اكيد طبعا، عشان كل ما بنكبر في السن وكل ما بنخش في مرحله المينوبوز للستات تحديدا بيبدا يقل معدل الحرق جدا. لكن اللي الجسم بيقدر يحرقه في اسبوع لما مختلف بقى في احسن احوالي بيبقى قد ايه؟ هما 3 ل 4 كيلو. 3 ل 4 كيلو يعني هي اللي فاتت دي اللي كاتبه الريفيو ده بالنسبه لي حلو قوي. حلو طبعا. في حد بقى بتقول مش مصدقه، نزلت من كنت 115 نزلت 5 كيلو، مش مصدقه خست ال 5 كيلو في اسبوع. شفتي الاختلاف بقى اللي انت كنت بتسالي عنه حالا. بالزبط. هنلاقي دي حركتها اكتر من دي. دي ملتزمه بالدايت، دي مش ملتزمه قوي. ده الفرق. ده الفرق بس. طيب احنا قدامنا اهي الريفيوهات، عايزين نعرف اهي خست 10 كيلو في اسبوعين، فده طبعا انجاز رائع. ازاي بقى، ايه اكتر المشاكل اللي بتواجه الفريق الطبي؟ يعني الفريق الطبي بيحل مشاكل شكلها ايه مع اكتر مشاكل بتواجهنا؟ الناس اللي مش عاوزه دايت تقول لك انا جربت كل انواع الدايت، انا خلاص كرهت الجبنه القريش، كرهت البيض، كرهت ان انت تعودي تحرميني. فبلاقي بقى صعوبه ان انا اقنعها، طب خلاص احنا مش هناخد دايت خالص، احنا بس هناخد الاعشاب بصورتها الطبيعيه وهنلتزم في مواعيدها وكل اللي انت عاوزاه. فهي دي بقى اللي بلاقي صعوبه او قله الثقه، ان ناس جربت برودكت كتير مجهوله المصدر، فاللي هي خلاص انا مش عايز اخد حاجه، لا انا قلقانه. فنبدا نقنع بس واحده واحده، اول ما بيعدي تاني اسبوع تحديدا، لان احنا عارفين ان اول اسبوع ده دايما في الدايت بننزل ال 3 ل 4 كيلو دول. صح. الفكره ميه الاول. أيوة. الميه اللي في الجسم. الفكره بقى في ان احنا نستمر، لما بيعدي تاني اسبوع وبيلاقوا نفسهم الريت ممكن يبقى ازيد من اول اسبوع، بتبدا الثقه، لا اللي هو ما كانش عاوز ياخد دايت، لا خلاص انا هاخد دايت. فدي طبعا من المشاكل اللي بتقابلنا. طيب ايه رايكم دلوقتي بقى نبص على السوشيال ميديا والصفحات يعني الخاصه بوان دايت ودايت لايف، ونعمل ايه يا دكتور هبه مع الصفحات دي والارقام دي؟ الصفحات دي احنا عملناها هي والارقام، وطبعا شايفه كميه الارقام عشان الناس تقدر تتصل براحتها في اي وقت ونقدر كتير نجاوب عليهم. ممكن على الواتساب كمان. طبعا انا أوكي. لسه كنت هقول لك على الواتساب وعلى فيسبوك مسجز كمان ممكن يبعتوا لنا ويدخلوا. في ناس بتسيب الاسئله بتاعتها على البيج بتاعتنا عشان احنا نطلع نجاوب عليها. يعني مقاومه الانسولين انت عارفه موضوع قديم، ناس كتير كانت عاوزانا نتكلم عنه، فمش عارفه ان عندها مقاومه. بالظبط. فعشان كده دي بقى وسائل السوشيال ميديا احنا حبينا نستغلها في الموضوع ده. بلس كمان ان المتابعه المجانيه انا وفرت جهد على الناس انها تنزل تروح لدكتور او تصرف فلوس او اللي هو، لا احنا اقتصاديا بقينا موفرين للناس. احنا جبنا لكم الدكاتره لغايه وانتوا قاعدين، الناس اللي قاعده بتسكرول على الموبايل يعني. بالظبط. طيب ممكن تفكرينا كده بالثلاث كورسات والثلاث عروض؟ تمام يلا بينا. اول عرض معانا ده عرض الشهر، ده عليه خصم 40%، ده عباره عن كبسولات الاناسيليوم وفيتامين دي هديه وكريم شد الترهلات. تاني عرض معانا ده عرض الشهرين، ده عليه خصم 50%، ده كبسولات الاناسيليوم والال كارانتين، وده عليه خصم 50% زي ما قلنا، ومعاهم كريم شد الترهلات هديه وفيتامين دي هديه. تالت عرض ده عرض الثلاث شهور، ده عليه خصم 70% كبسولات الاناسيليوم والال كارانتين ومعاهم الفينيل وطبعا كريم شد الترهلات هديه وفيتامين دي هديه، وطبعا المتابعه مجانيه من فريق طبي متخصص والشحن مجاني لجميع المحافظات. والعرض ده لغايه الساعه 10 بالليل عشان ايه؟ ناس كتيره بتفتكر ان الوقت مفتوح للعروض، لا هم بيعملوا كده معانا في ست الستات وبيدونا لغايه الساعه 10 بالليل التخفيضات الجامده جدا جدا دي. طيب إيه، احنا اتكلمنا على حكاية السن، كلميني عن الاطفال، لان احنا بقينا دلوقتي نشوف اطفال في عمر يعني 8 و9 و10 سنين في المدرسه وعندهم سمنه. بالظبط. الكورس امن جدا على الاطفال لان هو زي ما انا قلت هو اعشاب طبيعيه، فما فيش فيه اي مشكله في اي حاجه. بناخده من عمر 11 او 12 او 13 سنه، من مرحله البلوغ بمعنى اصح، عشان انا ما ينفعش احرم طفل من الاكل. طبعا. بيبقى صعب طبعا. جدا او ان انا احرمه من الحلويات. مش هيسيبك تحرميه، هو هيخرج مع اصحابه، هياكل بره، هياكل في النادي، هياكل في المدرسه، انا مش هبقى عامله عليه كنترول 100%. فدايما بقول للام اديله الكبسوله وهي هتشتغل، يعني هي هتخليه ياكل كميه صغيره. انا بقول لها في امهات كتير قوي بتقولي هو راجع ببقيه الاكل، يعني هو ما خلصش. قلت لها طب دي علامه كويسه، دي إنه حاجه كويسه شبعان وان هو كويس مش حاسس وما كلش حتى السويتس بتاعته اللي هي مديها له. يعني طبعا بيبقى فيه جزء كاندس كده بيبقى واخدها، لا هو ما بيبقاش واكلها. صحيح. فدي طبعا بتبقى احلى حاجه يعني. اذا الكورسات برضو امنه على الاطفال للاطفال وكبار السن طبعا.
بشكرك شكرا جزيلا دكتور هبه حسام. النهارده اتكلمنا على مقاومه الانسولين، والناس كتير كانوا فعلا بيبعتوا بيسالوا ايه مقاومه الانسولين دي. اعتقد دكتور هبه حسام جاوبت النهارده، وقد ايه من خلال الكورسات نقدر نحمي نفسنا من المقاومه دي ومن مرض السكر. بشكر مع حضراتكم دكتور هبه حسام اخصائيه التغذيه العلاجيه، شكرا جزيلا شكرا. على وجودك معانا يا دكتور النهارده. وبشكركم، خلصت حلقتنا النهارده، بكره باذن الله حلقه جديده ويوم جديد مع ست الستات. يا رب اشوفكم على كل خير، باي.